الحقوني يا جماعه، الحقوني الحقوني. ملك يا عزوزي، وانا جاي لكم ومتاخر كالعاده علشان مش لاقي المفتاح كالعاده. برضو ركبت التوك توك وجاي على هنا، دخل عليا راجل شكله متوحش، قال لي ان اسمه ابراهيم الاحمر في توه المطار الجديد، وقال لي يدفع قته كل شهر او حلاوه كل اسبوع. مش عارف بصراحه، يعني هي حاجه بين القته او الحلاوه تقريبا. قتاوه؟ ايوه هي القتاوه. هو قال لي كده، يا ندفع القتاوه يا اما هيدلعنا. يبقى نبلغ البوليس. ما هو قال لي لو بلغت البوليس هيدلعنا برضو. وبعدين بقى؟ طب يمكن بيهددنا بس، انما مش هيعمل حاجه. ممكن نحلق له خالص. ما هو قال لي اننا لو حلقنا له برضو هيدلعنا. هو الراجل بصراحه ما سابش حاجه لما قالها لي. اسمه ايه الجدع ده يا كابتنا؟ ابراهيم، ابراهيم الاحمر. يا نهار ابيض، ابراهيم الاحمر بنفسه؟ انت تعرفه يا دي يا هيصة؟ ده اكبر بلطجي في امبابه تما، واللي ما بيدفعش بيدلعه او بيدندشه، حاجه زي كده يعني. شفت يا عم سيد؟ شفت اهو، طلع معروف بموضوع الدلع ده. طب وبعدين هنعمل ايه يا جماعه؟ مالكوا تبلتوا كده ليه؟ الله، تلات رجاله طول بعرض وخايفين من واحد بلطجي؟ مش مساله خوف يعني، انا نعنوعه، ده اسمه احترام. يبقى تقفوا له كده، هو فاكر نفسه ابراهيم الاحمر ده؟ انت لو شفت شكله يا نعناعة مش هتقولي كده. وبعدين ده بقولك هيدلعنا. نعناعة عندها حق، احنا لا يمكن نستسلم بالسهولة دي. شوفوا انا هسافر استخبى عند اهلي كام يوم كده لغاية ما الدنيا تهدى. يا سلام على الشجاعة. طب وانت يا هيصة؟ عيب يا كابتنة، انا في ظهرك، انا واجهتك وحمايتك، ولا يمكن اسيبك ابدا ابدا ابدا. انا بس هروح مع عم سيد اوصله. ليتوه ولا حاجة، انت عارف الراجل كبر وعجز، كام يوم كده واجيلك بإذن الله نكسر الدنيا. اخس بقى انتوا رجالة، انتوا تسيبوا الجدع في محنته؟ اخس عليكوا، بجد اخس عليكوا. أصيلة يا نعناعة، أصيلة. بس هنعمل ايه دلوقتي؟ معرفش، انا هروح يومين كده عند خالتي في حلوان لحد ما تخلصوا عليه. أصيلة يا نعناعة. ايه انت كمان يا نعناعة؟ أنا عندي فكرة يا جدعان، أنا أعرف واحد ممكن يعلمنا إزاي نتعامل مع البلطجية. مين ده؟ إبراهيم الأزرق، أكبر بلطجي في الكتكات تمن. أنت تعرفه يا هيصة؟ ده حبيبي يا كابتنة، إبراهيم الأزرق ده عشرة عمر. أنا هروح وأقنعه إنه يساعدنا ويعلمنا فنون القتال والدفاع عن النفس، ده أحسن واحد في الكلام دون. كاراتيه يعني وكده؟ كونج فو، قفز حواجز، صعقة يعني. يا سلام، سيد رامبو قاهر الأعداء. وهيخلينا فورمة يعني؟ عضلات بقى ولياقة بدنية وإيه حركات يعني؟ يخلي قلبنا يجمد ويفوت في الحديد. روح له يا هيصة، بس بسرعة والنبي، بقولك هيدلعنا.